المركز الأول لنلحق بركب المقدمة ونتعرف وإياكم على المركز الأول. إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام، ها هو شوطنا السادس عشر أيها الإخوة، يسير وينطلق ونتابع وإياكم المركز الأول والمقدمة. نتابع وإياكم المركز الأول والمقدمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المركز الأول، ومن يحتل المركز الأول، السراج تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، ويضمره ناجي بن علي القيلاني. بينما هنا من يتابع هنا على المركز الثاني، من يحتل المركز الثاني يتواجد هنا مشاهدين الكرام، شعار هجن الرئاسة، من يتواجد مع هملول وعملية تضميره عند علي بن جمية الوهيبي. نتابع شعار هجن العاصفة من الجانب الأيمن، يتواجد هنا مشاهدين ومتابعين الكرام، الذيب لهجن العاصفة وتضميره مع حمد بن راشد بن غدير. ولكن الدخول والتسلل من الجانب الأيمن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا دخول قوي وملموس في هذه اللحظات من عجيب لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بن السم المنصوري يديره في التضمير. ولكن هنا دخول على المركز الرابع من الجانب الأيمن، يصل ويتسلل هنا مشوش لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير يديره في عملية التضمير. دخول قوي من نشوان لهجن الشيحانية ومحمد بن خالد العطية في التضمير. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، نتيجة شوطنا الخامس عشر ضمن هذه الأمسية وضمن أشواط هذه الأمسية مشاهدين الكرام. نعود إلى شعار الرئاسة مشاهدين الكرام مع المقدمة ومع الصدارة، هنا مع عجيب لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بن السم المنصوري في التضمير. الله، هذا هو شعار نسيم صاحبة الشوط المفتوح في هذا المساء. الله، ومع نفس المضمر مشاهدينا الأفاضل، يا سلام، ثلاث رموز مع هذا الشعار ومع نفس المضمر. ولكن هنا دخول على المركز الثاني في هذه لحظات من قبل هملول لهجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي يدير في التضمير. ولكن هنا نشوان على المركز الثالث أتى وتعنى من دولة قطر للمشاركة في ميدان الوثبة وعاصمة الميادين، وتضمير نشوان مع محمد بن خالد العطية وشعار هجن الشيحانية هنا يطل هنا وأيضا يحتضن نشوان. ولكن دخول على المركز الثالث في هذه اللحظات من قبل الذيب لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير في التضمير. الواثق، ولكن هنا دخول على المركز الخامس في هذه اللحظات من قبل شعار هجن الرئاسة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. بنقول هذا شاهين، نعم مشاهدينا الكرام، لهجن الرئاسة وتضميره مع أحمد أو مبارك بن أحمد بن ماجد الخيالي، من يتواجد في التضمير مع شاهين. ولكن نعود مشاهدين الكرام، أسماء قوية أراها تقترب وتقتحم المقدمة، 1500 متر على خط النهاية، كيلو ونصف الكيلو على ناموس هذا الشوط. الله، المركز الأول عجيب في هذا الأداء العجيب وهذا العرض المميز لهجن الرئاسة راشد بن محمد بن السم المنصوري في تضمير. وهنا دخول وقدوم كذلك من شعار هجن الرئاسة مع هملول مع علي بن جميل الوهيبي، ولكن دخول وتسلل كذلك. يا الله، مهيض، يصل هنا مشاهدين الكرام مع شعار هجن الرئاسة وتضميره مشاهدين الكرام مع مبارك بن أحمد بن ماجد الخيالي. ولكن هنا دخول من شعار هجن العاصفة، يا سلام،
الله الله وشعار هجن الشيحانية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام المقدمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المقدمة وهجوم هجوم قوي للقاية على ناموس هذا الشوط. لا زالت الأمور مع المركز الأول، مع عجيب 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 لهجن الرئاسة، هجن الرئاسة مع عجيب. يا سلام الله 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 بن السم مشاهدينا الكرام، هنا يطلق العنان، هنا مع عجيب مع المركز الأول مع الصدارة والمقدمة. يا سلام الله 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 عشاق هنا مع هجن زعبيل على المركز الثاني. ولكن نعود وإياكم نعود إلى عجيب 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 بهذا العرض العجيب وهذا الأداء المميز. يا سلام الله الله سلاماتنا وتحياتنا للمقام السامي مشاهدين الكرام، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نهنيه على فوز عجيب وتحقيقه بالمركز الأول في هذا الشوط الخامس عشر. وللقعدان المهجنات كما نهني بن السم على هذا الناموس المركز الثاني. يصل عشاق لهجن زعبيل، والمركز الثالث الوصول من باروت لهجن العاصفة، أما المركز الرابع فالوصول مهيض لهجن الرياسة، أما المركز الخامس فالوصول من سراب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام، أيها الإخوة المتابعين في كل مكان، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول عجيب عندما أدى العرض العجيب وأدى المهمة التي حملها وانتزع هذا الناموس. 7:29 ست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة كما نهني راشد بن محمد بالسم المنصوري على فوز عجيب بالمركز الأول وتحقيقه بالمركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني يصل عشاق على المركز الثاني مشاهدينا الأفاضل، ننتظر وإياكم لحظة وصول إلى خط النهاية. يصل ويقطع المسافة في 7:30 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس، نهني هجن زعبيل كما نهني راشد بن محمد بن مروشد على هذا الناموس. أما المركز الثالث 7:31 جزئين من الثانية مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نهني مشاهدينا الكرام مالك باروت هجن العاصفة كما نهني حمد بن راشد بن غدير الكتبي.